وحول هذا الشأن ينضم إلينا من القاهرة الباحث والصحفي المختص بالشأن الليبي الأستاذ عبد الهادي ربيع. أهلا بك أستاذ عبد الهادي على شاشة اليوم. إذن ليبيا تقف اليوم على مفترق الطرق، هل سيمثل مؤتمر برلين الفجر المنتظر لها وفق قراءتك؟ في البداية دعيني أقول لك أن تركيا هي دولة احتلال، سعت منذ عام 2011 لاحتلال ليبيا، وهو متضح من خلال إرسال إرهابيها من العنصر التركماني والميليشيات التي تقاتل في سوريا إلى ليبيا. والأنباء تتحدث عن أسر 5 منهم في مدينة سبراتا، من بينهم إرهابي من أصل ليبي سافر إلى سوريا للقتال هنالك وتمت إعادته. وأشرفت تركيا على أيضا على تشكيل أول ميليشيا في ليبيا على يد الإرهابي المهدي الحاراتي الذي يشرف الآن على إرسال المرتزقة إلى ليبيا. المساعي الدولية لإنهاء الأزمة الليبية لابد أن تمر بإنهاء التدخل الخارجي، وخاصة التدخل الخارجي من تركيا، لأن تركيا هي أزمة وهي مشكلة كبيرة من مشكلات الأزمة في ليبيا، وهي دولة احتلال كما سبق وأشرنا إلى ذلك. ربما يكون هنالك توقف للعمليات العسكرية وتنتهي المعارك العسكرية، لكن انتهاء الوضع الأمني وانتهاء الأزمة كأزمة أمنية هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الخطوات. ربما لا تكون برلين هي الخطوة النهائية في هذا المسار، لابد أن يكون هنالك تسليم لجميع المرتكزات الأمنية والمعسكرات وغيرها من مؤسسات الدولة للعسكريين من خريج الكليات العسكرية وحاملي الأرقام العسكرية الذين لديهم العقيدة العسكرية الموحدة. لكن لا أرى أن ذلك يلوح في الأفق، إنما ما يلوح من مؤتمر برلين سيكون وقف إطلاق النار، التهدئة، محاولة يعني إرضاء جميع الأطراف الموجودة في برلين يعني. لكن الأزمة النهائية في ليبيا لن تنتهي إلا بالقضاء على الميليشيات وتفكيكها ونزع سلاحها وأن تسلم المؤسسة السيادية في الدولة كالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة ليبيا للاستثمار وغيرها الليبيين. كنت قد افتتحت هذه المداخلة يعني بالإشارة إلى تركيا، وكنا سنشير ونتوسع في هذا الدور السلبي لتركيا في الملف الليبي. إلى أي مدى تعتقدون بأن هذه الجبهة الدولية التي استطاع أن يوحدها مؤتمر برلين أن تشكل عامل ضغط أو رادع حتى للدور السلبي التركي في الصراع الليبي؟ على المجتمعين في مؤتمر برلين في البداية أن ينهوا أي تواجد للمرتزقة سواء قادمين من سوريا من خلال تركيا أو القادمين من الدول الجوار سواء تشاد أو النيجر من المرتزقة القادمين من تشاد أو من بوكو حرام القادمين من النيجر. هذه أمور مهمة جدا، عليهم أن يتفقوا على الترتيبات الأمنية، لأن الاتفاقات السياسية يعني اتفقوا عليها أكثر من مرة في باليرمو وفي باريس وفي أبوظبي 1 و2 وفي غيرها من اللقاءات وفي روما أيضا، لكن كانت دائما المشكلة الأمنية هي سر الصراع ما بين الجيش الوطني الليبي وحكومة تايز الصغار، التي رغم أنها تدعي الشرعية اعتمادا على اتفاق الصخيرات في المغرب موقع في عام 2015، إلا أن اتفاق الصخيرات نفسه ينص على فك الميليشيات وإخراجها من المدن وتسليم سلاحها وتسليم مقراتها للجيش الوطني الليبي وفقا لاجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية، إلا أن فايز السراج لم ينفذ أي شيء من ذلك. على المجتمعين في مؤتمر برلين يضعوا الترتيبات الأمنية يعني في أولى أولوياتهم، ومن ضمن هذه الترتيبات الأمنية إخراج المرتزقة وإخراج الدور التركي وتنفيذ القرارات الأممية بحظر التسليح على ليبيا، ومن ضمن حظر التسليح حظر إرسال المرتزقة.
لا يعني كيف يتم بالنظر منع إلى السلاح المسودة، مسودة البيان الصادر عن هذا المؤتمر حتى اللحظة، هل يعني يمكن الحديث عن أي نوع من العراقيل على المستوى الإقليمي نظرا للبعد الإقليمي والدولي للملف الليبي على الساحة الدولية؟ دعينا نقول أن الصراع في ليبيا يعني ليس صراعا ما بين القوى الإقليمية فقط، لكن الصراع له العديد من الجوانب الأخرى. يعني سمعت في التقرير أن مسؤولا بالخارجية الأمريكية يقول أن الصراع في ليبيا يشبه الصراع السوري بشكل متزايد، بل هو صراع أخطر من صراع في سوريا، لأنه صراع متداخل ما بين الحرب على الإرهاب والميليشيات والحروب الجهوية والحروب المناطقية وأيضا الحروب الاقتصادية بين الشركات النفطية، وهذه الدول لها مصالح اقتصادية، هنالك صراعات كبيرة جدا على المؤسسات النفطية، والنفط عامل مهم من عوامل الأزمة. ورأينا مؤخرا أن القبائل الليبية اتخذت قرارا بوقف تصدير النفط للضغط على تركيا للانسحاب من ليبيا. وربما أوجه الشبه بين الأزمتين السورية والليبية هو تحكم التوازن الإقليمي بالملفين على حد سواء. أشكرك جزيل الشكر الباحث والصحفي المختص بالشأن الليبي الأستاذ عبد الهادي ربيع، حدثتنا مباشرة من القاهرة.